طب ايه بقى المشاكل وحوار الايقافات ده كان بسبب ايه؟ يعني انت هل فعلا مشيت بالمعسكر؟ كان ايام يعني الكابتن بس عشان ما اقطع كلامك، بس الاول حوار المعسكر ده، اللعيبه تاخد المعسكر ده، كان اول حاجه نزلت كانت لعيبه الزمالك، الموضوع نزل في الاعلام قال موضوع بعد كده تنزل لكم بيان. هل دي كانت موضه يعني لا والله لعيبه ما جاتش الزمالك خرجت موضة، معسكر فانتوا عايزين هو تخرجوا كان ولا الجو حر في الفندق كنا بنخرج. ايه اللي حصل؟ لا اقول لك، احنا السنه اللي فاتت كان مع الكابتن حمزه، كان هو بيعمل معسكر يومين قبل الماتش في النادي الاسماعيلي اصلا. ومعسكر الماتش ده بيبقى ليله الماتش، يعني ليله المباراه اللي هي قبل الماتش بيوم. احنا كنا قبل الماتش بيومين، تمام؟ ففي اليوم ده في الطبيعي عادي جدا كان في لعيبه بتروح، اللعيبه اللي من القاهره بقى ومن اماكن تانية عادي ممكن يخرج ويروح عادي، بس اهم حاجه ليله الماتش اللي هو قبله بقى بيوم ترجع تبات في النادي. هو ده اللي حصل، احنا خرجنا قبل الماتش بيومين، خلصنا تمريننا واتمرنا. عايز اقول لك على حاجه، احنا اصلا كنا معزومين بره الفرقه كلها، يعني طلعنا كلنا بالباص اتعزلنا بره، وفي حد كده كان اكله حلو قوي كان ماشي عامل شويه هتجوعني. ريش ضاني، انا اكلت الريش ما قدرتش ارجع الاوتيل تاني. قلت اروح اقعد بقى في القاهره، اروح اشرب شويه ليمون نعناع هناك حلوين. فروحنا عادي انا ومحمد حسن، وروحنا عادي ما فيش حاجه اصلا، هنيجي تاني يوم نتمرن ونبات في النادي. احنا روحنا منها واسلك، طب الفرقه كلها اصلا كانت بره، 90% منهم ما روحوش، لعيبه اسماعيل روحوا باتوا في بيوتهم، انا ومحمد بقى اللي وقفونا على انتوا ازاي يا جماعه عادي، ما المعسكر بكره اساسا، انت فاهم الفكره؟ لا كله بعد ما اكلنا كان كلنا نرجع بالاتوبيس على الفندق. طب هل حد كلمك قبل ما يطلع ان انتوا ترجعوا؟ مش قادر افتكر، لا ما حد كلمني قلنا ارجعوا يعني، لا ما انا فجاه اتفاجئنا من بيان. بالبيان. يا جماعه في كارثه. طب هو كان رد فعلكم ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه خالص، رحنا يا جماعه وايه اللي حصل، بيان ايه، وليه لازمته اصلا نطلع بيانات والكلام ده واحنا اصلا ما حصلش حاجه، كان قربت نهايه الموسم، فايه يعني ما يعني ما تعرفش كان نقص اي حاجه كده من اي حاجه كده، فلوس يعني؟ يعني اي فلوس كده تروح وخلاص.